لما قال نبي الله سليمان عليه السلام: يا رب أريد أن ألقاك، قال: أنا عند المنكسرة قلوبهم، أنا عند المنكسرة قلوبهم. جماعة اللي قلوبهم وجلة وخائفة دول خايفين مني، يبقى أنا معاهم. يا سليمان أنا عند المنكسرة قلوبهم. قال: يا رب وكيف أعلم رضاك عني؟ قال: انظر إلى رضا المساكين عنك. إيه ده؟ أنت عايز تقيس رضا ربنا عليه؟ شوف الغلابة والفقراء والمساكين راضين عنك ولا واخدين منك موقف؟ هو الترمومتر ده اللي هتجس بيه، اللي هتقيس بيه. ها؟ أي؟ لما أنت تلاقي جيرانك كارهينك، قرايبك متقلعين منك، عيالك مسلمينك الربنا حاي، مستنين موتك بأي صورة. ها؟ دي حياة دي؟ كده أنت عارف اللي فيه. وما ينتظرك من الله أشد وأبقى، وأنك كمان. إيه رأيك؟ إنما لما الكبير والصغير، الصغير يجري عليك يسلم عليك، والكبير يثني عليك، وده يتقرب منك، وده عايز يقعد معاك، وده بيسأل عليك، ما هي دي محبة الله؟ أنا عند المنكسرة قلوبه. قال: يا ربي وكيف أعلم رضاك عني؟ قال: انظر إلى رضا المساكين عنك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأزكياء كان بيعلمنا الحاجات دي. هو سيدنا أبو ذر الغفاري مش كان يقول: أوصاني خليلي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب المساكين والتقرب إليهم، والتقرب إليه، لأن من عامل الله نجح، من تاجر مع الله ربح. أجمل دعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم أعطني ما أحب فاجعله عونا على ما تحب، اللهم فإن رددت عني ما أحب فاجعل لي فراغا فيما تحب، املأه حبا لك يا الله. مساء الخير والسعادة على كل المتابعين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة بقى فيديو جديد، روتين جديد، بس ريت قبل ما نخش على الفيديو كده حطوا وقت كاميرا كده لايك، دعم من كلية، ربنا يجعل سعادة العالم من ايديكم ويطعمكم ويحرمكم ويبارك لكم في اولادكم ويكبر بخاطركم كل ما سمع الفيديو وحط اللايك، ربنا يجعل الدعاء ده من حد ونصيبه. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد، نقول الدعاء بتاعنا: اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم اهدنا لصالح العمل على الاخلاق، لا يهدي لصالحها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. النهارده بقى طبعا زي ما انتوا عارفين الفيديو اللي فات غسلنا السجاد مع بعض واستقبالا بقى للشتا، كل سنه وانتم طيبين. قلت بقى اننا نساك كده بقى ونفرش السجاد، ما نفرشه يعني على نظافه. طبعا زي ما انتوا عارفين كل يوم تنظيف، حتى في الشتاء ننظفه كل يوم برضه، يعني هيها برضه، بس مش مشكله. المهم ان احنا ايه، غسلنا السجاد ونظفنا برضو. طبعا من الايام اللي فاتت ديت كان كله شغل في الغطان وكده والدنيا متبهدله، فنضف يعني نظفنا مع بعض كده تنظيفه. غسلت السجاد وسيكت، طبعا انا كنت شايله الفرشه فكان كل يوم تسييل، عشان كده انا ما غسلتش بالفرشه ولا غسلت بإريال ولا حاجه، يا دوب مسحت كده بالمساحه وخلصت بقى اوضه ولادي كده فرشتها، وهنطلع بقى على الصاله. خدنا برضو كده تنفيض، وطبعا الفرشه دي احنا بنفرشها كده على الركنه، بنفرشها على الركنه يعني، او بنلبسها لها يعني. الفرشه دي اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي انا كنت مفصلاها ليها، كنت انا اللي قصيتها على ايديا، فانا بصراحه ما كنتش نعرف ان المفروض ان احنا نسيبه من هنا مثلا كم سنتي للخياطه ولا هنا كم سنتي، بصيت بالظبط فطلعت يعني ايه مش مظبوطه، زودتها بحتت زياده كده فيها يعني. طبعا نفضتها كده، طبعا برضه حاطين اكياس، وكان هنا برطمان سمسم، يد ابني كان كب على الركنه وكده، قلت برضه ننفضها وان بدي فريش بقى معاكم كده الفرشه بتاعتها. حطوا اللايك يا جماعه وصلوا على النبي، اللي وصل معايا لحد كده هيصلي على النبي، حطوا لي اللايك عشان تظلمني باللايكات خالص يعني.
مش عارفة بقى أول فيديو مش عاجبكم ولا المحتوى اللي مش عاجبكم ولا انتوا بتنسوا أصلا اللايك، مش عارفة يعني. حط اللايك لأختكم طبعا. انت لازم كده الأول تحط تلبسها منها ومنها عشان تتزبط معاك، وبعد كده بقى تعدليها. هي عشان مش مظبوطة عليها بتحيرني شوية في اللبس يعني. طبعا انا عاملاها وعامله ليها، كان عندي دفايه كده قصتها، الدفايه دي قصتها وحطيتها برده على الركنه كده عشان يبقى غيارين يعني، نشيل غيار ونحط غيار، يعني نشيل حاجه نحط حاجه ثانيه. حد ان شاء الله باذن الله عايز نعمل لها تلبيسه، التلبيسه دي تبقى مغطيه الظهر بتاع الركنه من ورا كده، وتبقى مغطيها كلها باذن الله، يعني نعمل لها تلبيسه باذن الله. حطوا اللايك يا جماعة، صلوا على النبي، اللي وصل معي لحد كده صلى على النبي. لما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش بقى أنا صوتي متغير لأن بصراحة تعبانة، الدور اللي ماشي ده يا جماعة دور جامد قوي يعني. ربنا يا ربي يعدي الأيام دي على خير ويشفي كل مريض وخلي الكل يرجوها يا رب. خلصت بقى، حطيت كده الخدوديات ديت. على فكره الخدوديات دي بيدوب 5 دقايق وبتبقى في الارض كلها. كنت هنا بقى اتكعبلت في الترابيزه كده، كنت هنقعد بس الحمد لله ربنا عدى على خير. عشان ما طولتش عليك يعني هنوقف الفيديو لحد لما نخلص. فرشت بقى كله كده وجبت الشرشوبه كده نمسح الصاله. كنت انا بصراحه امبارح يعني قبلها بيوم كنت انا شديت الركنه كده وسيكت تحتها، كان مكان التراب وكده مبهدل تحتها، وطلعت كوم تراب من تحت الركنه اكن ما بننضفوش يعني، بس عشان احنا في الاراضي الزراعيه وكده والناس لما بيعملوا حاجه مثلا ما بيرعوش مثلا ظروف الناس اللي حواليهم، فبيبقى مكان الدراسه ولا اي حاجه بيعملوها على البيوت كده. بس الحمد لله يعني خلصت بقى. طبعا يا جماعه ما نعرفش ان انا نعمل بالشرشوبه، امي بتقولش عليها اللي بتليطهم، فانا ما نعرفش نسيج غير بالقماشه دي، القماشه دي نسيج بيها، انا اعرف نسيج يا جماعه، ما نعرفش بصراحه بالشرشوبه دي. مسحت وفرشت بقى السجاده، وده كان فيديو النهارده. لو فيديو النهارده بقى عجبكم ما تنسونيش في اللايك والكومنت بقى الحلو اللي زيكم اللي بيشجعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.